بسم الله الرحمن الرحيم. متتبعي قناة عالم النحل أباي، اليوم أول مارس 2018، أجواء يعني مشمسة، نشاط النحل يعني نشاط غير معتاد بسبب ارتفاع في درجات الحرارة أو الدخول الرسمي لفصل الربيع للمناطق الداخلية للجزائر. بعض النصائح التي أقدمها يعني في عجالة في هذا الفيديو، يعني في الفترة الممتدة ما بين الشتاء والربيع، هناك بعض الأعمال التي يقوم بها النحال. من هذه الأعمال إزالة التشتية، إزالة العوازل إذا كان عازل بداخل الخلية يعني نزيله، كذلك زيادة أو وضع إطارات شمع ممطوط بداخل الخلية، يعني في كل مرة نضيف إطار شمع ممطوط، ولما يمتلئ بالحضنة أو بالعسل نضيف إطار آخر، وهكذا يعني نضيف الإطارات يعني ليس مرة واحدة، ولكن نضيف الإطارات في كل مرة إطار كي لا نجهد النحل. المناطق التي تكون فيها يعني درجة حرارة يعني الآن فوق 20 أو بين 18 حتى 25 27، نفتح الباب، باب الخلية، يعني كنا هناك من كان قد أنقص من باب خلية النحل، الآن نزيل يعني ما أنقصنا، يعني المادة التي أنقصنا سواء خشب أو أي شيء يعني أضفناه في إنقاص الباب، يعني الآن نفتح باب الخلية كي تتهوى. كذلك كما تشاهدون يعني في الفيديو مسطرة يعني تاع باب الخلية، من أحسن أن نضيف مساطر بلاستيكية يعني هي يعني جيدة، يستطيع النحل فقط الدخول يعني في عندما تكون هناك نسبة كبيرة من العسل في الخلية، هناك خنفساء العسل يعني مرات تحاول الدخول إلى الخلية وهي لا يؤثر عليها النحل. قلنا يعني المسطرة البلاستيكية يعني جيدة تثبت في باب الخلية. كذلك قلنا نضيف شمع ممطوط في كل مرة نضيف إطار، ننظف الخلايا، نغذي الخلايا في هذا الوقت بالذات بالمحلول السكري، مرات نضيف القرفة يعني نصف ملعقة صغيرة، ملعقة قهوة صغيرة في المحلول السكري، نضيف الليمون، مرات نضيف مقشيح أو الزعتر، كذلك ميرامية، الزنجبيل، يعني كل هذه المواد الطبيعية جيدة في المحلول السكري لتنشيط الملكة وكذلك لبعث روح جديدة في النحل بعد ما كان في أجواء باردة يعني، وكان تحركات النحل قليلة جدا إلا في الأيام المشمسة. هنا يعني الفترة هذه نبعث روح جديدة في النحل من جديد. أما إذا كنا لدينا إطارات يعني إطارات كثيرة من العسل بداخل الخلية، من الأحسن ننقص من الإطارات، نترك اثنان فقط يعني مدة الربيع، يعني الرحيق موجود، التغذية قبل يعني مع بداية الربيع، يعني النحالة تقريبا جميع النحالة يغذوا نحلهم، لذلك نترك فقط إطارين أو إطارين يعني أحسن، ثم نفرق الإطارات الزائدة على الخلايا الضعيفة.